شابيتر 3 ملتي فونكسيون ديسكريت غراف بي بارتي اي كوبلاج. نحن رح نعطي بس غراف بي بارتي، الكوبلاج ما رح نعطي. السنه الماضيه كمان ما عطينا ديفينيسيون اي نوتاسيون، هلا ما كثير رح فوت بهيدي البارتي لانه هي بس انتروداكسيون. هون شو بشوف؟ هي اكيد منا فونكسيون لان في بوان عنده دوز ايماج، بس بشوف انه في انسامبل ا وفي انسامبل بي وفي فلاش، يعني كل بوان بقلب ا يمكن يكون عنده ايماج يمكن لا، بس ويمكن يكون عنده بلوزيار ايماج. اوكي، في اذا هون حطيت هيدا البوان او هيدا البوان، هيدا البوان ما عنده ايماج بس ظابطه، بعدنا ملتي فونكسيون منا فونكسيون. فونكسيون بذكركم ما في بوان يكون عنده بلوزيار ايماج. واكيد بما انه عم نحكي عن فونكسيون يعني او عن ملتي فونكسيون، ما في هيك ايماج انتر لي زيليمون دان بي وما في ايماج بالاليمون دان ا. اول ديفينيسيون، سوا جي ان غراف ان سو انسامبل اس دو في دو جي، يعني الاس شو فيه؟ اس ما فيه ارات بار ديفينيسيون، اس شقفه من السمه. هيدا الانسامبل الي ستابل سي هيك هيدا نوتاسيون نا با دارت. ما بعرف مين ذاكر شو بتعني هاي. هاي بتعني لو غراف اندوي بار اس، يعني رح اعطي اكزامبل. اذا اخذت هيدا الغراف اوكي، شو الغراف اندوي بار لي سومي ا بي؟ اذا ذاكرين الغراف اندوي يعني كل الارات اذا كانوا موجودين بالاساس بده يكونوا موجودين بال بهيدا الغراف اندوي. الغراف اندوي تبع اس اذا اس لي سومي ا بي هو ذاته. Donc est-ce que ça vérifie? Est-ce que je peux dire S est stable? Si S est stable, يعني le graph d'Andrew ما عنده arrêt. Non, لأن le graph d'Andrew هون عنده arrêt. لح أخذ بعض exemple تاني. إذا أخذت A ou B ou C, les sommets A et B et C, qui sont, quel est le graph d'Andrew par les sommets A et C? يعني بس عم برجع باخذ هو ذاته le graph. إذا كانوا الarrêt موجودين بالgraph الأساسي لازم يكونوا موجودين بالgraph d'Andrew. Le graph d'Andrew رح يطلع le triangle ABC. هون نحن نحسب إنه في D. طيب بعد اكزامبل، اخر اكزامبل لنشوف. اذا هلا قلت لكم الاس فيه، رح اكتب بس تكون واضحه معكم. اذا الاس هلا في عندي البي والدي اوكي، مين الجراف اندوي بار بي اي دي؟ في شيء ارك بين البي والدي؟ لا، يعني الجراف اندوي ببي اي دي رح يكون الجراف اللي فيه بس السمه بي وبس السمه دي. في ارات؟ نو. دونك صار إلي ستاب. شو يعني ستاب؟ يعني الجراف أندوي نبا دارت. إذا أخذت الأس مع أودي كمان إلي ستاب. ليه الأس إلي ستاب؟ الجراف أندوي بار أ إي بي، يعني عم بياخد هيدي مع هيدا بس كمان ما فيو أرد. أوكي، بعد رح أخد رح زيد بعد بوان مثلا ورح حط هون فلاش وهيدا رح سميه أو. إذا هلا أخذت الجراف يلي فيه E و A و D، اسكي لي ستابل؟ يعني خدت الاس يلي فيه ان بارتي بقلب الجراف، بارتي دي سومي يلي فيها A و E و D، اسكو اس يلي ستابل؟ وي، لانه ما في ارات بين لي سومي A و D. اوكي، خدت الاس يلي فيه A و E و D و C كمان، زدنا بعد هيدا، اسكي لي ستابل؟ لا، ليه؟ لانه صار في الارات ا سي. دونك ا او دي سي il n'est pas stable. ا او دي بي اسكي لي ستابل؟ كمان لا، لانه صار في عندي الارات ا بي. دونك هيدي شو يعني ستابل. هلا اون ديفيني لا ستابيليتي دو جي الفا دو جي، النوتاسيون تبع الفا دو جي، ماكسيموم دو كاردينال دي سومي. هاي الاس قلنا انسامبل دي سومي، ماكسيموم دو كاردينال دو اس افيك اس ستابل، يعني عدد الانسامبل، عدد السميات دون ان انسامبل، الكاردينال تبع الانسامبل يلي فيه اكبر عدد سمي ستاب. يعني برجع لهون، سمي عندي 1 2 3 4 5 سمي، هات نشوف شو ستابيليتي تبع هيدا. اذا باخذ سمي وحده اكيد اله ستاب، بس انا الستابيليتي هو اكبر عدد رح يطلع معي ستاب. اذا باخذ اثنين سوا، باخذ الدي مع السي او الدي مع الا او الدي مع الاو، كمان فيه يطلع معي ستاب. يعني je peux dire alpha de g بهذا example صار supérieur ou égal à 2. طيب est-ce qu'il est supérieur ou égal à 3؟ في لي ان انسامبل اس فيه 3 سمي ويطلع ستاب؟ وي، خدناهم قبل A و E و D. A و E و D كمان ils sont stable. اذا اخذت A و C و A و مجبوره A و E و D. اذا اخذت E و C و D كمان stable. دونك
في الستابيليتي صارت سوبر ايرو ايجال ا 3. طيب بهيدا الاكزامبل في يطلع مع الستابيليتي 4، في اخذ 4 سمي ويطلع ستابل طلعوا ا او دي ستابل. اذا زدتوا السي بطل ستابل، زدتوا البي بطل ستابل. شو ما تعملوا بهيدا الجراف وتنقوا 4 سمي 1 2 3 4، كيف ما تاخذون هال 4 ما رح يطلع ستابل لانه رح يصير في ارت. دون بهيدا الاكزامبل اللي انا فوق رسمته قد ايه الستابيليتي دو سو جراف لا اللي ايجال يعني الفا دو جي دو الاكزامبل اللي انا رسمته هلا il vaut 3. pourquoi je peux trouver maximum 3 sommets de ce graph là ويطلع stable. اوكي وضحت فكره الستابيليتي. طيب هلا لنبلش البي بارتي. البي بارتي فكرته مثل هيدا السمي، طلعوا شو فيه. انسوري انه في ابلكيشن هيك، هيدول يحسبون صرنا جراف. كانه الجراف في انسامبل A يلي فيه 1 2 3، في الانسامبل B يلي فيه A B C D. او سون لي زارات، لي زارات سون كومبريز انتر لي سومي دو A اي لي سومي دو B. دونك في ارات بين ال1 وال A، في ارات بين ال2 B 2 C، في ارات بين 3 A 3 B 3 D. كاسك اذا هيدا جراف رسمنا لكم اياه هيك، بس الفرق انه عملت لكم هيك A وهيك B. اوكي كاسك جو بي دير دو لانسامبل A، ال A يلي فيه 3 سومي كما الي A يلي فيه ال1 2 3 فيو شي ارات بيناتهم؟ نو no. يعني ال A هيدا بالجراف الي ستاب. شو في يقول عن البي يلي فيه A B C C مفرة C و D؟ اسكي B الي ستاب؟ وي. دونك مثل كأنه الجراف تبعي قدرت اقسمه على شقفتين، كل شقفة ستاب والقرات اذا كانوا موجودين هن بين مين ومين القرات؟ بين الانسامبل A كي ستابل اي الانسامبل B كي اوسي ستابل. اوكي ها هي البي بارتي. دونك شو يعني ان جراف الى دي بي بارتي؟ اذا بقدر اقسمه، هون كانوا مكتوبين A و B هن اكس واي اجمالا بنستعملهم. اذا لي سومي دو جي هي اكس يونيون واي افيك اكس اي واي سو دون انسامبل ستابل اي ديسجوان، يعني ما في انترسكشن بين الاكس والواي، يمكن واحد منهم فيد ما في مشكله. مش ضروري الاكس يكون فيه سمي والواي فيه سمي، بس على القليله ما في انترسكشن بيناتهم، هن ستاب وديسجوان. دون سو كالا جي الي نوتي بار جي جران اكس جران واي، يعني الجراف تبعي قسمته لشقفتين، كل شقفه منهم ستاب والقرات اذا موجودين هن بين الانسامبل يعني هن ستاب. كم سيت اكزامبل مثلا هيدا الجراف اذا اخذته هيك الي بي بارتي، هالمره مين الاكس ومين الواي، يعني هيدا جي كما جو بو لو نوت جي ا بي. ليه؟ ا فيه سميات، ال ا ستابل، ال بي ستابل، بعد انترسكشن انتر ا اي بي، والونيون تبعهم بيعطوني كل السمي، ما في ولا سمي ناقص بهيدا الكا. اج بهيدا الشابيت ال سو نوتي بار، وقت نحكي عن بي بارتي اكس واي. اوكي يعني اذا بتحبوا تغيروا هون تسمون اكس واي فيكم، هيك ببين انه هيدا الجراف الي بي بارتي الي نوتي بار جي كي ايجال ا جي اكس واي. دونك وقت يكون بي بارتي يعني انا بقسمه كانه للجراف تبعي سميات بميله سميات بغير ميله، ما في ارات دون لو بروميير انسامبل، ما في ارات دون لو دوزيام انسامبل، سيليا دي ارات سي انتر لي دو. فيو يكون ما في نسولي ها كلهم بعده هيدا الجراف بي بارتي. وي انا ما بهمني وين الديفينيشن، ما خاصه بالارتات، الديفينيشن بتقلي انه بقسمه لدو بارتي دي سمي يعني ا وبي وحدهم، الا بهمني ستابل والبي بهمني ستابل، بيناتهم في ارات ما في مرات اخر همي. دونك هيدا يلي هو ستابيليتي البي بارتي. شو يعني كومبلي؟ مثل العاده الكومبلي يعني كل شيء موجود. هلا وقت احكي عن بي بارتي يعني بده يكون في ارات بين الاكس وبين الواي هون، لما اقول هيدا بي بارتي معقول يكون في ارات هون؟ لا، الديفينيشن بتقلي انه ما في ارات ب ا وما في ارات بقلب. طب كيف بده يكون كومبلي؟ فيه كل الاراتات البوسيبل، فيه كل الاراتات البوسيبل، بس اكيد عشرت ما في ولا ارات بقلب الانسامبل ا وما في ولا ارات بانسامبل ب. يعني اسكو سو جراف لا اسكو لي كومبلي؟ نو، لانه لازم يكونوا اذا بدكم تو لي زارات انتر ا وب سون بريزنت. يعني مثلا هالارات ناقصه، اذا بزيدها ال ا فيه لازم يكون موجود مع 4 ارات، ال ا والبي والسي والدي، دو في اصلا ارات مع البي والسي لا لازم تزيد بعد البي والا، و3 اصلا موجود
هون ناقصة واحدة. هلا هي صارت كثير بشعة يعني، بس هيدا صار كومبلي. ليه؟ كل الاريتات البوسيبل انتر ا اي بي سون بريزونت، بس اكيد ما في ولا اريت بقلب ا وما في ولا اريت بقلب بي. دونك بالنهايه لا نرجع المفروض خلص قبل ما تخلص تاني زوم. دونك بالنهايه لاعرف انه اذا هو كومبلي وي او نو، انا بس بهمني كيف قبل كنا نقول كادو. كادو شو يعني؟ دو سومي وكومبلي يعني هيدا بدها تكون موجوده. كاتروا تروا سومي وتو لي زاريت سون بوسيبل. دونك صار هيدا الكاتروا. لما احكي عن بي بارتي مجبوره اعرف عدد السمي بقلب ا والعدد السمي بقلب ب تقدر شوف كيف شكله. اوكي دونك نحن هون وتقول جراف بي بارتي كومبلي شو يعني؟ هو بي بارتي وطول الزارات سون بوسيبل. شو صاروا الاريتات بقلب جي اكس ايغريك؟ شو ما كانت ما بدنا ننسى الاكس تابل والايغريك تابل، يعني ما في ولا اريت بقلب اكس وما في ولا اريت بقلب ايغريك ليكون كومبلي. يعني كل الاريت البوسيبل انتر اكس ايغريك، شو ما كانت الايغريك بقلب جران ايغريك، شو ما كانت الاكس بجران اكس، الاكس ايغريك دوت اتر اون اريت. دون سو كالا شو صار؟ الي نوتي جي ك ك جمالا للكومبلي، ك بيتي ام بيتي بي، افيك ام هو الكاردينال دو اكس و بي هو لو كاردينال دو ايغريك. مش محطوط اكزامبل دونك انا رح اعطي اكزامبل. مثلا اذا قلت لكم ك لما نعجي الصوره ك 2 3 جراف بي بارتي ك 2 3 شو يعني؟ مش ضروري كل مره تعملوا فلاش، بس انه هيدا الاكس كم سمي فيه 2، هيدا الايغريك كم سمي فيه لازم يكون فيه 3، وكل لازم يكونوا موجودين كل الارات انتر اكس ايغريك. يعني هون بده يكون فيه 3 ذرات، ولا ما نعجي الصورة رح أعمل لتاني بوان هيك كل الأرات possible. أوكي سا سي كا دو تروا دو إليزمان بX دو سمي بY وطو لزارات انتر دو إتروا انتر X و Y هنه موجودين. من كافي ان غراف بي بارتي إلى ستركتور كومبيناتوار دي ملتي فونكسيون. يعني مثل ما هلا عم نشوف هاي الرسمة اللي قبل رسمتها كأنه رسمة ملتي فونكسيون، عندي انسامبل دو ديبار وعندي انسامبل داريفي وكل بوان بالانسامبل دو ديبار عنده بلوزيور ايماج. هلا اكزامبل 1.2 مثلا هيدا الجراف هيك شوف في اقسمه. هلا بنتعلم كيف اصلا بعد شوي بنقسمه 1.2.3 هيدا الجراف في اسكيلي بي بارتي. شو يعني اسكيلي بارتي؟ بقدر اقسمه سو لا فورم دو اكس اي غريك افيك ما في ولا اريت باكس ما في ولا اريت باي غريك. اذا اخذت هيدا السمي بقلب اكس لوجيكمان بما انه اكس مع هيدا اذا هيدا سميتها ا وهيدا بي وهيدا سي، البي ما فيها تكون بقلب اكس. ليه البي ما فيها تكون بقلب اكس؟ لانه اذا البي صارت بقلب اكس بطل اكس ستابل. نحن عم نعمله نجرب نعمله بي بارتي، يعني بدي اقسمه لاكس وايغريك ما في ولا اريت بقلب اكس وما في ولا اريت بقلب ايغريك. يعني لوجيك مال بي مجبوره تكون بقلب ايغريك. اوكي طب السي فيها تكون لا باكس لا بايغريك؟ نو بار ديفينيسيون بي بارتي لازم الاكس يونيون ايغريك يعطوني تو لي سومي دو جي كلهم. هذا اكتبها X union Y شو بدهم يعطوني؟ بدهم يعطوني tous les sommets de G. دونك ما في يقول ها X وها Y وهيدي ولا بالX وبلا Y. دونك هيدي يا بتكون بX يا بتكون بY. مجرد ما صارت بX دونك بطل X stable، مجرد ما صارت Y بطل Y stable. يعني هيدا الجرافي اللي انا الترينجل منه بي بارتي، ما في يكون بي بارتي. هيدا تحت اسكو في عامله بي بارتي؟ رح نبلش انا وياكم هلا كانه عم نعمل براف للبروبوزيشن اللي رح نشوفها بعد شوي. هيدا الجراف اسكيلي بي بارتي فيه اسمه هيك رح اعمل اكزاكت ما مثل ما عملت قبل. اذا هي بقلب اكس بما انه البي هي بالفازيناز دو اي يعني البي ممنوع تكون باكس دونك البي وينه بقلب ايغريك. اوكي دونك صارت الايغريك. طيب السي هي ارت بي سي ستين عرات يعني السي ما فيها تكون بي إغريك. وين بقى ترجع تصير السي بقلب إكس؟ صار في مشكلة بطل الإكس ستاب يا حو هذا الإكس. في شي عرات أنتر آ إي سي؟ نو دونك ما في بروبلم. رجعنا للدي دي بما أنها بالفازيناز دو سي وبما أنها بالفازيناز تبع الآ أكيد ما فيها تكون بي إكس. فيها تكون بي إغريك ولا بصير عندي بروبلم؟ لا فيها تكون بي إغريك لانه ها ما في اريت بيناتهم. يعني هيدا الجراف يلي هو الريكتانج سوري كاري
est-ce qu'il est biparti? Oui. Pourquoi? Ben, dire اسمه هيك. هيدا هو X, il est stable. وهيدا il est Y, ou il est stable. و X union Y comporte tous les sommets et X انتر Y il y a pas de sommet. يعني هذا الجراف اللي انتم شايفينه هون وشكله كتير بشع منا الا اذا برسمه برجع بطريقه غير في 4 سمات. هيدا السمات عنده 2 زرات وتاني سمات كمان عنده 2 زرات. اوكي يعني هالرسمه اللي هلا رسمتها والكاري اللي رسمته سي لا ميم شوز. X Y الX فيه 2 Y فيه 2 X عنده 2 زرات Y كل اليمان بقلب X عنده 2 زرات كل اليمان بY عنده 2 زرات. اوكي هلا كيف نحن بنعرف مش نقعد هيك ونبصر راح نشوف كومون اون بو سافوار رمارك 1.2 ان سو جراف دا جراف بي بارتي ا بي بارتي يعني عندي جراف شو يعني ان سو جراف بي بارتي بكل بساطه في بقلبه شقفه ال بي بارتي بروبوزيشن 1.1 شو بتقول لي ان سيكل بير ال بي بارتي بينما ان سيكل امبير ني با بي بارتي هيدا اللي شفناه قبل هيدا ال ان سيكل ذاكرين سيكل كانه سير وفيه 3 سمي c'est un cycle il est impair ou pair V1 V2 V3 il est impair يعني منو بيبارتي وقبل شفنا لي عملنا البروف لأي هيدا بينما cycle pair مثل الكاري V1 V2 V3 V4 il est بيبارتي وشفنا كيف قصمنا donc إذا بدنا نعمل البروف لا هيدا البارتي بنعمل البروف لا ان سيكل بير الي بي بارتي وان سيكل امبير منو بي بارتي لا اعمل البروف دونك راح نرسم السي اللي هو في 1 في 2 جوسكا في ان اون فو مونتري كي لي بي بارتي شو يعني بدي برنو بي بارتي يعني بدي اقسمه ل اكس واي اكس يونيون واي يطلع معي كل شيء وبا دا انترسيكسيون انتر لي دو وكل واحد منهم ستابل بكل بساطه هيدا اللي كنا عم نعمله اذا الفي 1 حطيته باكس يعني وين لازم نحط ال V2 لأنه V1 V2 c'est une arête ما في يكون ال V2 بقلب X دونك ال V2 بده يصير بقلب Y ال V3 بقلب X ال V4 بده يصير بقلب Y يعني ال X بده يكون فيه كل السمي à degré impair إذا بدكم مثلا il est stable ال Y tous les sommets à degré pair V2 V4 V6 V2 N كمان il est stable دونك هلا بس رح ما في زوم اعمل البروف اكس في 1 لا في 2 ان الي ستابل لي ما في ولا اريت انتر في 1 في 3 ولا في 3 سوسون لي سومي ا دوغري امبير دونز ان سيكل اهم شيء سو سيكل الي بير دونك ما في اريت بين في 1 في 3 ولا في 3 في 5 ولا في اخر اريت شو هي في 2 ان موان 1 في 1 هاي اخر اريت بقلب السيكل دونك اكس الي ستابل واي عم باخذ في 2 مع في 4 اكيد ما في اريت في 4 مع في 6 ما في اريت اخر اخر اريت راح تكون يعني في 2 في 4 في 4 في 6 في 6 في 8 في 8 في 10 اخر وحده في 2 ان في 2 كمان ما راح تكون اريت لانه في في 1 قبل من في 2 لا في 2 ان في الفي 1 دونك في 2 ان في 2 ني با اون اريت ما في زوم تعملوا بروف هون بس انا عم بشرح دونك اذا بدي اعمل بروف لهيدي البروبوزيشن اكس الى ستابل واي الى ستابل ما في زوم تعرفوا ليه ما في زوم نشرح ليه الاكس يونيون واي سي تو لي سومي اكس انتر واي اي في لكن جي الى بي بارتي اوكي هلا اذا بدي اشوف لي سيكل امبير راح يكون منه بي بارتي بعمل بروف ها اخر بروف رح نعملها اليوم ما بعرف اذا رح تقطع اذا قطعت بس فوتوا بس ما نخلص هالبروف سي دو ان بلس ا منو بي بارتي بوركو هو ما في اعمل بروف مثل قبل لانه قبل جي مونتري كي لي بارتي جو فو سوبوزي كي لي با كي لي بي بارتي واعمل كونتراديكسيون سوبوزون كي لي بي بارتي شو يعني يعني بقدر اكتب اكس واي ستابل دي جوان افيك اكس يونيون واي هي في دو سي طيب ال V2 هي بس دو ان بلس 1 يعني هي بإكس يونيون Y يعني ال V1 يا هي بإكس يا هي بY طب إذا هي إكس رح أوصل لكونتراديكسيون وإذا هي Y رح أوصل لكونتراديكسيون ليه؟ إذا ال V1 بإكس اللي كنا عم نعمله قبل يعني وين بده يصير ال V2 إذا ال V1 إكس والإكس ستابل ال V2 بدها تصير بY لأنه ال V1 V2 سيت أون أريت ما فيها تكون ال V2 مع إكس طب ال V2 بY وين بتصير ال V3 بإكس
V4 بي y etc. finalement V2i البير راح يكونوا بي y لا بير راح يكونوا بي x اوكي يعني اخر شيء V i V 2n